معنا السيدة أرانشا غونزاليس الرئيسة التنفيذية لمركز التجارة العالمي. أهلا ومرحبا بك معنا سيدة أرانشا على برنامج اليوم. Thank you very much, فايزة. سيدة أرانشا، الأمم المتحدة تعطي اهتماما خاصا لتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامجها الإنمائي للعام 2015، يعني هل تأمل تحقيق أهداف محددة من وراء ذلك؟ Well, the small and medium enterprises are the largest. المشاريع المتوسطة والصغيرة أكبر مزود للوظائف والتنمية في كل الاقتصادات العالمية، وبصورة خاصة في المنطقة العربية. نحن يجب علينا خلق 500 مليون وظيفة حتى عام 2030، لذلك من الطبيعي أن تدخل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن اهتمامات مشروع الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2015. وما هي العقبات الاقتصادية التي تقف حائلا دون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية؟ I think there are three main obstacles. One is skills. أعتقد أن هنالك ثلاث عقبات رئيسية تتلخص في المهارات التي تتضمن المعرفة والمقدرة التقنية حتى نستطيع أن ننتج بضاعة يهتم بها السوق، صعوبة موافقة البنوك على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج لرأس المال المطلوب. العقبة الثالثة هي عدم القدرة على التسويق، فالإنتاج وحده ليس كافياً. كيف ترين صورة الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية وخاصة في دول الربيع العربي؟ أعتقد أن المنطقة تمر بمرحلة تصحيحية، هي مرحلة عدم الوضوح السياسي وانخفاض الأسعار والنمو البطيء نتيجة النمو العالمي البطيء. إذن هو وقت الاستثمار في مشاريع تجعل الاقتصاد أكثر منطقية. طيب، ما الذي يمكن تقديمه لهذه الدول لتجاوز أزماتها الاقتصادية؟ Well, we have to make sure that there is good policies in place. علينا التأكد أولاً من وجود سياسات جيدة وبيئة ملائمة للاستثمار، ومن ثم توجيه الاستثمار نحو وجهته المناسبة. أخيراً، علينا التأكد أن المجتمعات العربية مستعدة لإعطاء الفرص إلى شرائح المجتمع المهمة مثل الشباب والنساء، لأنهم المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي. بالحديث عن المرأة، كيف ترين حجم المشاركة الاقتصادية للمرأة حالياً في المنطقة؟ I think a lot of progress has been done in the last few years in embedding more and more women into our economies. أرى أن تقدماً كبيراً تم إحرازه في السنوات الأخيرة، وأنا أركز دائماً على تمكين المرأة لتكون جزءاً فاعلاً في اقتصادات الدول، لأن ذلك سيجعلها قادرة على ترجمة ذلك إلى تعليم أفضل وغذاء أفضل ورعاية صحية أفضل. علينا التأكد من توزيع العدالة على كل أفراد المجتمع. أعرف أن الحكومات واعية إلى أنها لا تستطيع أن توقف نصف محرك المجتمع وهو المرأة. أنت تتحدثين عن الحكومات، لكن ماذا بشأن المجتمعات أيضاً؟ Now. Societies, I see a lot of entrepreneurship. في المجتمعات العربية وجدت تطوراً كبيراً. في الشهر الماضي زرت تونس والإمارات وعمان، ورأيت عدداً لا يستهان به من القوى النسائية الاقتصادية. هنا كما في كل مكان بالعالم، النساء يواجهن المصاعب بسبب بعض الأفكار والعقليات التي يجب أن تتغير، لأنه لا يمكن تعطيل نصف المجتمع، والتغيير ليس اجتماعياً أو ثقافياً، بل سيفرضه الاقتصاد كقوة تمكين للمرأة. السيدة أرانشا غونزاليس الرئيسة التنفيذية لمركز التجارة العالمي، شكراً جزيلاً لك.